عهدنا بالمقاصد في ظلال المعاهد. طاب ناديك منزلا ومباديك منهلا. بعمر 100 سنة العمر صعب الذكر. دمت للحق والعلا خير قائدي خير قائدي. أقبلتنا عزة فيها عروبي وتراث خالد في الآداب. حسبنا أن على هدي النادي في المحامد في المحامد أنت للخلق حماة. جمعية متخرجين مقاصد هي الجمعية اليوم عم يحتفل بالتسعين سنة على تأسيسها. أسست عام 1929. الغاية الأساسية هي جمع المتخرجين والمتخرجات وللعمل على تطويرهم من الناحية الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى حسن وتعاضدهم وتعاونهم بين بعض. وأنا من الناس اللي تأثروا في المقاصد، فمشان هيك تواصلت مع الجمعية لحتى حس حالي في امتداد لإلي من خلال مهنتي، من خلال تعاطيي مع زملاء كانوا معي، من خلال نسترجع ذكريات معينة عشناها. فمن باب أولى أني رد الجميل بأن أظل مرتبطاً بالجمعية الأم، وأن أظل مرتبطاً بجمعية الخريجين اللي هن كلهم أصدقائي واللي هن كلهم أقراني وزملائي، يعني سواء سبقوني بصف أو سبقتهم بصف. تربيت فيها، تعلمت فيها. لما أنا كنت بالمقاصد وتعلمت فيها ما كان في أحد أعلى من البروفي. الغاية الثانية هي إنماء الوعي الوطني والعربي بشكل عام لكافة اللبنانيين والمتخرجين بشكل خاص. الغاية الثالثة هي العمل في المجالات الثقافية والفكرية والاجتماعية عبر المحاضرات والندوات اللي كانت قيمة الجمعية لتحسين الوضع العام في لبنان. كتار اللي مروا على هالجمعية، كتار اللي ساهموا بنهوض جمعية متخرجي المقاصد اللي كان لها مواقف أهلية ومواقف وطنية مميزة بكثير من المراحل والمحطات اللي مر فيها لبنان. مثل ما بنلاحظ الشيخ بيير جميل كان من المحاضرين في منبر الجمعية، ودولة رئيس صائب سلام، الرئيس تقديم الصلاح، الأستاذ غسان طويني، إلى كمال جنبلاط، إلى كافة أطياف الرئيس سليم الحص. هذه مجلة المقاصد اللي قامت فيها جمعية متخرجي المقاصد، هاي العدد الثاني 1957، وكانت تناول المواضيع الإنسانية والاجتماعية والثقافية. كانت من أحد الأهداف اللي كانت تسعى لها ولتطويرها هي تعليم المرأة للعالم العربي، وكان دور المتخرجين المقاصد الطليعي في تحرير المرأة وإعطائها الدورة بالتعليم. كان عندنا بنات لما بدهم يروحوا على الجامعة ما ياخذوا ما يعملوا لهم امتحانات، لانه كانوا كثير مستواهم عالي، يفوتوا بالعلامات اللي هن اخذوها من مدرستهم. تعرف تعلم تجي واقفه، خصوصا بنات المقاصد بيجوا واقفين وين ما حطيتيهم. ان عمليه بناء تنطلق من واقع فاسد لتصنع جيلا عاقلا قويا مخلصا، ولتخرج للوجود شخصية عربية تعيش الحياة بعمق وتجعل العمق مقياس الحياة. الحمد لله المتخرجين المقاصد كانت ولا تزال هي محور التلاقي بين كافة الأطياف اللبنانية. اليوم وجود جمعية المتخرجين مهم جدا إلى جانب جمعية المقاصد، من باب أولى أنه أبقى متواصلة مع هؤلاء الخريجين اللي كانوا مثل مثلهم، كل واحد أخذ جو معين، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم السياسي مثل دولة الرئيس نبيه بري مثلا. عندي المقاصد قبل الكل، يعني بيتي، أولادي، رفقاتي، أصحابي، ويلي تربيت أنا وياهن وربيتهن وربيت يعني عرفت شو. لا كتير بعدني متصلة فيهم إن شاء الله.
بحس إنه لازم تكون هي مجتمعنا الصغير نحن بأسس راكزة وثابتة لحتى نكفي للمستقبل. يعني أن لكل المقاصديين بهذه المكانة وهذه القيمة الكبيرة لجمعية متخرجي المقاصد. وأنا بتأمل إنه هالمسيرة تستمر وهالأشخاص والمقاصديين اللي ساهموا فيها يستمروا بحمل هالأمانة إلى أيام دائما نتطلع إلى تكون أحسن وأفضل لمجتمعنا المقاصدي بشكل خاص ولمجتمعنا اللبناني بشكل عام. أيها الأصدقاء، أيها الأخوة، حدثنا في رمضان عن التعبير على إطلاق خريجي جمعية المقاصد، وكان دائما وبإذن الله سيستمر اللقاء مليئا بالمحبة والأخوة والصراحة والصداقة.